حب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لما اجتمعوا لكي يحددوا تاريخا خاصا بدولة الإسلام والمسلمين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جلس الصحابة فقال البعض: نكتبه من الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، وقال آخر: بل نكتبه من حين الوحي الذي أنزل عليه، أي عندما نزل على رسول الله في الغار بصورة إقرأ، وقال البعض: بل نكتبه من هجرته صلى الله عليه وسلم التي هاجر بها من مكة إلى المدينة. فاجتمعوا وأجمعوا رأيهم على أن يكتبوا التاريخ من الهجرة. فانظروا حتى الصحابة كان في خلافهم كان اختلاف، واجتمعوا على محبة رسول الله وأرخوا لدولة الإسلام والمسلمين بالهجرة، فكان نعم التاريخ ونعم التأريخ ونعم المؤرخين رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا.